نحن نتذكر بكل خير زيارة ولي العهد في بداية هذا العام، وكانت زيارة طيبة، وطبعا كانت زيارة مفاجأة كمان يعني، ووجدنا فيه إنسان متفتح، إنسان يرى الحياة برؤية معاصرة، وده شيء يفرحنا. أنا شخصيا بتابع كل التطورات الإيجابية اللي بتتم من خلال جلالة الملك ومن خلال صاحب السمو الملكي ومن خلال كل المسؤولين السعوديين، لأن السعودية باعتبارها دولة وركيزة هامة في حياة المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي.